شقوق أو مثلا أنابيب لافا فارغة على سطح القمر قد تكون دليلا على وجود يعني أن القمر انشق ذات يوم. نحن نبحث عن أي دليل يؤيد أو يثبت، نبحث عن دليل علمي يؤيد أو يثبت انشقاق القمر، لأن لدينا آية واضحة: اقتربت الساعة وانشق القمر. آية واضحة جدا أيها الأحبة، ومباشرة، يعني لا تستطيع أن تؤولها، يعني تقول لم ينشق سينشق، لا لا، هو انشق. وأحاديث ثابتة، طبعا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقع أيها الأحبة، هنا أنا الحقيقة يعني أنا سأطلع معكم على هذه الدراسة. هذه الدراسة منشورة منذ عام 2016، ولكن أنا أول مرة أطلع عليها الحقيقة، أرسلها لنا أحد الأحبة. تقول هناك دليل على وجود أنابيب تيوبس من اللافا، الحمم المنصهرة، ولكنها فارغة وضخمة على سطح القمر، طبعا باستخدام تقنية معينة اكتشف العلماء هذا الأمر. هنا طبعا أنا سأخذكم إلى الصور فقط لنرى هذه الصور. أنا طلعت قبل قليل على صور مهمة هنا. طبعا لدينا أيها الأحبة على سطح القمر مجموعة من الشقوق، مجموعة من الشقوق أيها الأحبة. هذه الشقوق لم يستطع العلماء تفسيرها حتى الآن حقيقة، يعني مثلا فقط أنا دعوني أترجم لكم هذه الدراسة بشكل بسيط جدا، يعني نبسط هذه الدراسة لنفهم فكرة البحث فقط. طبعا يعني هذا البحث قامت به وكالة فضاء الأمريكية ناسا، من خلال يعني قياس مجال الجاذبية القمرية بدقة عالية وغير مسبوقة، طبعا خلال مركبة فضائية قريبة من القمر تدور حول القمر، استطاعت يعني قياس أو الحصول على بيانات تتعلق بحقول الجاذبية الموجودة على سطح القمر. تبين أن هناك أنابيب حمم فارغة أسفل، يعني على قشرة القمر مثلا، قشرة الخارجية. هذه الأنابيب تدل، طبعا هي متعرجة وطويلة، أنفاق طويلة جدا، يعني غريبة جدا، لم يعلموا سبب هذه. يقولون هنا كانت يعني هذه الأنابيب من الحمم الفارغة عرضها يعني لا يقل عن عدة كيلومترات، ارتفاع لمئات الأمتار، طولها يعني عشرات الكيلومترات. وأنا عرضنا صورا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طبعا مؤخرا أو قبل سنوات، يعني لشقوق يبلغ أتصور مئات الكيلومترات، شق يبلغ، موجود على موقع وكالة ناسا صورة حقيقية. فهنا أيها الأحبة، العلماء وجدوا شيء عجيب جدا في سطح القمر غير موجود على الأرض. يعني نحن نعلم أحبتي في الله أن يعني انظروا هنا فقط سأعلق على الصورة، هنا الأنبوب طويل وله شكل يعني عشرات الكيلومترات، ربما مئات الكيلومترات طول هذه الأنابيب. طبعا هذه بدايات البحث. طيب هذه الظاهرة غير موجودة على الأرض، هي خاصة بالقمر أحبتي في الله. طيب ما الذي يجعل لدينا مثلا أنبوب ضخم جدا قطره عشرات الأمتار وطويل عشرات أو مئات الكيلومترات
وفارغ، كان العلماء يظنون أن في داخله لافا ملتهبة. طب أين ذهبت هذه اللافا، هذه الحجارة الملتهبة؟ يعني أنا طبعا هنا يمكن أن أقول هذه بدايات لاكتشاف انشقاق القمر، لأن القمر عندما انشق هذا القمر أيها الأحبة ترك هذه الآثار التي لا نجدها على أي كوكب آخر. وهنا المفارقة، أنك هذه الأنابيب الفارغة من اللافا غير موجودة لا على سطح الأرض ولا على كوكب المريخ ولا على، طب لماذا في القمر؟ لماذا؟ ومن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم يعني أنا فقط أريد أن أنوه هنا أحبتي في الله، يأتي ملحد يقول أثبت لي أن القمر انشق. يا أخي القرآن لم يقل لك، لم يخبرنا عن انشقاق القمر يعني كدليل على صدق القرآن، لا، هو يخبرك عن حدث كوني حدثا. أحببت أن تصدق صدق، لا تريد أن تصدق براحتك. دلائل علمية كثيرة تظهر كل فترة تقول إن هذا القمر شيء غير طبيعي، غير الكواكب، فيه شقوق تمتد لمئات كيلومترات، فيه أنابيب هذه اللافا فارغة. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث بالضبط؟ لا يعلم. انظروا هذه الدراسة، يعني الآن سأقرأ معكم. دائما يقولون يعني لا نعلم ما الذي يحدث، لا نعلم ماذا حدث، لا نعلم ماذا، مثلا من أين تأتي هذه الأنابيب الفارغة الضخمة جدا، كيف تشكلت. إذن أيها الأحبة، يعني هنا أنا فقط سأنسخ وأترجم لكم مثل هذه الأشكال طبعا التي نراها أمامنا، مثل هذه الأشكال أنا سأحاول يعني فقط ترجمة ولن أطيل عليكم لنختم إن شاء الله اليوم. هنا أيها الأحبة، يعني قام العلماء بتحليل هذه النتائج التي وصلوا إليها، شبكة يعني معقدة من الأنابيب الفارغة التي تشكلت عبر، يعني هم يقولون عبر ملايين السنين، ولكن لا نعلم بالضبط سبب تشكلها. هل مثلا في لحظة معينة حدثت شقوق ثم التحم القمر، والالتحام السريع يحدث فراغات كما نعلم، يعني نحن حتى في علم اللحام، علم اللحام أحبتي في الله، يحدث عندما تكون عملية الالتحام سريعة مثل صب الإسمنت، عندما يكون سريعا يترك فجوات، يترك فراغات. فهل عملية الالتحام جزئي القمر إذا كانت سريعة جدا ترك هذه الفراغات؟ يعني أنا هذا التفسير مثلا بالنسبة لي تفسير علمي ومنطقي هندسيا، يعني أنت عندما يعني تقوم بعملية لحام لشيء معين، لحام كهربائي مثلا، فإذا تمت العملية بسرعة كبيرة فقاعات الهواء لا تخرج، تبقى في الداخل، لذلك يكون ضعيفا هذا النوع من اللحام. صب الإسمنت، كتل الإسمنتية، إذا تمت بسرعة تترك فجوات فيها فقاعات هواء، وهكذا يعني. فهنا ربما القمر انشق ثم التحم بسرعة فترك مثل هذه الأنفاق الهواء مليئة بالهواء أو بشيء، طبعا سطح القمر لا يوجد عليه هواء، ولكن ماذا يوجد بداخلها؟ يقولون هي فارغة. طبعا هنا أيها الأحبة، يعني تحليل العلمي المؤكد أن هناك مثلا آه
أنابيب كانت مملوءة باللافا، حمم منصهرة متدفقة تجمدت بسرعة، يسمونها أنابيب حمم بركانية. طبعا يعني حول القمر موجودة بكثرة طبعا، ولا يدري العلماء ما الذي حدث بالضبط. ما الذي حدث؟ أنا يمكن أن أعتبر أن الله تبارك وتعالى شق القمر بقدرته وترك هذا الأثر خلال 1400 سنة. عندما نأتي اليوم ونقرأ آية تقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني نرى قمرا يتميز عن كل الكواكب والأقمار، فيه أسرار، فيه ألغاز، فيه شقوق، فيه أنابيب لافا فارغة، في شيء يعني في شيء يدعو للتساؤل أيها الأحبة. فإذا أيها الأحبة لا داعي لإنكار قضية انشقاق القمر، ليس هناك داعي أيها الأحبة. وبالتالي دعونا نصدق كلام الله عز وجل ما دام لا يتناقض مع العلم، يعني ليس هناك تناقض. يعني على الأقل هناك شقوق على سطح القمر تعترف بها وكالة ناسا، والقرآن يقول انشق القمر على الأقل يعني. فإذا لماذا ننكر مثل هذه الحقيقة؟ أنا بالنسبة لي حتى الآن حقيقة لم أجد آية في القرآن تتناقض مع حقيقة علمية يقينية بشرط أن نراها بأعيننا. أما نظريات، هناك نظريات كثيرة تتناقض مع القرآن ليس عليها إثبات مادي أو علمي.